كيلو بطاطا مقطعة مكعبات، بصلة مفرومة، ربع كوب زيت زيتون، 4 بيض وملح وفلفل حسب الرغبة. يعني أسهل من هيك مكونات ما في. حط الزيتات، بنخلي شوي، بنخلي شوي للفول. بدنا نخلي شوي للفول ولا لا؟ طبعا فول بلا زيت زيتون ما بزبط، يعني ما بيزبط. ناخذ البصلات وننزلهم وين؟ اذا بتلاحظوا انا ما حميت الزيت، اذا بتلاحظوا الزيت ما سخنته كثير حتى ما يصل للاحتراق وبعدين يصير مش مفيد وبنروح نخسر كل الفوائد اللي فيه. طيب اضفنا البصل مع زيت الزيتون والبصل كرملناه، واضفنا البطاطا، البطاطا استوت عندي هون 4-5 بيضات، شوي من الملح وشوي من الفلفل الاسود، بدي اخفقهن واحطهم وين؟ على المفركه. على المفركه. وصلى الله وبارك. وبارك.